السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا نسمة، النهارده فيديو جديد، بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوز مع بعض، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى مليانه فيديوز كتير جدا. الشانل وحشتني، وانا عارفه ان انا قصيره معاكم جدا، وبقالنا كتير قوي ما اتكلمتش معاكم طلعنا نعمل فيديوهات. فيديو النهارده ممكن يكون مختلف جدا عن اي حاجه قدمتها قبل كده. في ناس كتير قوي متابعيني بعتولي شويه فيديوز وقالوا لي اتفرجي على الفيديوز دي معانا. المهم بلاش رغي كتير، يلا نبتدي الفيديو. ومرحبا بكم في عالم الشيكولاستيك. الشيكولاستيك ده هيبقى شعارنا الجديد. بسم الله. اري The old body will eventually shrivel up and die, and the slug will grow back an entirely new body a few days later. We still don't know why they do this, but we think it might be a way to avoid dying from parasites or to escape if their body is stuck in something. الكائنات البحرية الرخوية دي، يعني هو خلاص فصل راسه عن جسمه خالص وجسمه ابتدى يدبل ويموت تماما، وهو بيبتدي ان هو يجدد نفسه ويبني باقي جسمه تاني. سبحان الله بجد. الكائن ده بيعمل كده ليه؟ هما لحد دلوقتي لسه ما حددوش السبب الرئيسي اللي بيخليه يفصل راسه عن جسمه، بس في سببين ميبي انه يكون سبب منهم. اول حاجه عشان يتجنب الطفيليات، تاني حاجه انه ممكن يكون جسمه بقى ماسك في حاجه ومش عارف يطلعه، فبيفصل راسه عن جسمه وبيبتدي بعد ايام بيبني الجسم ده تاني. يلا بينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. A baby moose that was stuck in the water, so they stopped to help out. Oh my god. جماعة بحس الأجانب يعني رحيمين قوي قوي بالكائنات، يعني مش عارفة بحسهم بيعاملون كأنهم بني آدمين أو بشر زينا. الموس ده اللي هو الغزال الأمريكي، المهم لما لقوه في المية وقع، فهم حاولوا انهم ينقذوه. This is so cute. الفيديو اللي بعده. Oh my goodness. هو ده برص. تقريبا بيحاول يخرم لها ودنها. مش عارفة. ليه؟ مقزز قوي. الفيديو اللي بعد كده. Person made a movie on their fingernail that took 6 months to make. الشخص ده حاول انه يعمل زي موفي كده على ضوافره، الموضوع اخد منه 6 months. ليه اخد مننا ناخد من وقتنا 6 شهور عشان نرسم حاجة على ضوافرنا؟ مش حلو. فيديو اللي بعد كده. Oh my god! These people caught a little squid, but was retaliated by getting inked. أوف. مش عارفة، تقريبا رجعت عليها أو مش عارفة انفجرت فيها، مش عارفة إيه ده. Oh my god! مقزز. ده تقريبا نمر بيعملوا له مساج. كيوت. بيحاولوا يعملوا له مساج، هو تقريبا مستمتع. مستمتع وش. حلو قوي، بس انا ما اقدرش اعمل كده. Oh my god جماعه ده تقريبا سباق عجل، وعشان واحد بس وقع واتكعبل الباقي كله اتكعبل وراه، السباق باظ. اوه سبحان الله بجد. النحل بيحاول يعمل اشكال مع بعض كانهم طيور مثلا،
وده عشان يقدروا انهم يحافظوا على نفسهم ومفيش اي انسكت او حشرة تيجي تهاجم، فهما كده بيحافظوا على نفسهم اكتر وبيقللوا انهم يتعرضوا اصلا لهجوم من اي عدو جاي. يعني سبحان الله بجد شكلهم رائع. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا واستنوني في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس peace out.